طبعا اليوم ننتهي ونسلم مشروع خدمة المجتمع اللي قام به طلبة الجامعة الأمريكية مع مؤسسة غي، ونشكرهم جزيل الشكر على مشاركتهم لنا في هذا العمل الإنساني اللي أسعد أطفال محتاجين لهذا العمل وأسعد عائلتهم، فلهم جزيل الشكر والامتنان من الجامعة الأمريكية ومننا كلنا في الشارجة لمشاركتهم السخية معنا، ونتمنى أنه يدوم التواصل لعمل الخير دائما ومساعدة الناس المحتاجين. ونشكر طبعا طلبتنا اللي ساهموا بهالمشروع، ونشكر بعد خريجينا اللي رجعوا لنا وساهموا بعد معنا في هذا المشروع، فشكرا جزيلا، نتمنى لكم كل خير وجزاكم الله ألف خير إن شاء الله.